السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في موقع لالا بلوس. مرة أخرى خرجنا للشوارع المغربية، سولنا شبابنا في المغرب شنو الدراسة اللي يتمنوا يديروها وشنو المهنة اللي تحلموا بها. نشوفوا الإجابات ديالهم. قولي يا خويا، إلا إجاتك الفرصة دابا وتعطاتك الإمكانيات أنك تعاود الدراسة ديالك، اش من دراسة غتختار؟ كنت غادي نشد الباك ديالي بعد، هذه أول حاجة، من بعد كنت غادي نمشي لافاك، غادي نكمل لا ما كملتش غنمشي إنجليزي بعداك، لأن كانت عندي مع اللغة الإنجليزية وممكن نختار حوايج أخرى. تما كتفتحوا لك شلابيبان بزاف. مرحبا بك اخويا. شكرا. طويل بزاف. الوقت اللي بغيتك تكون طويل. نحاول نطول شويه. راه معاك شويه. اختار التعليم، كمل التعليم. التعليم مزيان، مهنه مزيانه. التعليم فيه بزاف ديال الفوائد. حاجه اخرى انت شنو مثلا شي مهنه كتشوف في شي فيلم في التلفازه، كتشوف في الزنقه وكتقول ما كرهتش نكون بحال هذا السيد كنخدم هذه الخدمه؟ شنو هي؟ فن. تبغي تكون فنان؟ لا خدام. واش خدام؟ قبس. في القبس. نعم. هي ما كملتيش القرايه ديالك؟ لا. علاش ما كملتيش القرايه ديالك؟ علاش؟ ظروف. شنو هي الظروف؟ ما كاينش فلوس ولا انت ما باغيش تقرا؟ انا ما كاينش فلوس وقرايتي ما لا فلوس لا والو، بالك ماشي مع القرايه والفلوس ما كاينينش. شنو تبغي تكون؟ شنو شي مهنه كتشوفها وكتقول لي يا ريت كون كملت قرايتي ودرت بحال هذا السيد هذا؟ انا كيعجبني الحال الناس كنشوفهم في الجوامع كياخذوا الدين ديالهم. اول حاجه هو الدين ديالك صافي، ممكن تعرف الدين ديالك تفهم كل شيء في هذه الحياه هذه صافي. شوف راسي يعني داك الشيء اللي تنديرو هو اللي تنلقى فيه راحتي وتنرتاح فيه. فازا ولا السينما؟ لا في السينما. شنو شي فيلم شي مخرج تبغي تتعامل معاه الحلم ديالك واخا يكون من هوليود؟ جميع المخرجين ما نتعامل مع حتى شي واحد، انا بغي نلونسي راسي براسي. كنتمنى انك تكون الاستاذ ولا المعلم ديجا قبل ملي كنت تنقرا، ولكن ما كملتش، الظروف ما ساعدتنيش باش نكمل. نقول لك انا كيعجبني الكوميديا بزاف. هي كتضحك شويه. علاش بالضبط الفن والكوميديا؟ واش حيت فيها الفلوس؟ لا ماشي على الفلوس، يعني انا فاش كنتفرج شي حاجه كنلقى فيها راحت. يعني عندك الامكانيات وعندك التحفيز الذاتي، شنو الدراسه اللي تختار وشنو المهنه اللي تحلم ديرها؟ بيان سور غنختار واحد المجال اللي هو علمي ديال الدرجه الاولى. ممكن تفكر تكون دكتور، ممكن تفكر تكون عالم في واحد المجال معين، ممكن. ولكن الامكانيات والمؤهلات اللي كانوا عندي ديك الساعه اللي كانوا يؤهلوني انني نقرا، كان عندي ميول ادبي، كنت نكون استاذ ديال الفلسفه ديك الساعه، لان كانت عندي مع الفلسفه فريمون. تخدم مع لي توريست بحال تخدم في لي زاجونس بزاف بزاف بزاف. شحال كتربح بهذه الخدمه ديالك اخويا؟ شحال كتربح في هذا القبس مثلا؟ شحال كتدخل في النهار؟ كل مره 2100 درهم كل نهار. لا راضي على الخدمه ديالك ولا ندمان على القرايه؟ لا قايد ندمان على القرايه. ندمان على القرايه، خسر الامكانيات. خسر الامكانيات. اول حاجه بدل الفلوس، الماده كانت قليله شويه، الوالدين كانوا ضعاف، كانت حالة شويه ضعيفه، هذا هو اللي خلاني تشوف صحابك تيجيو شي حوايج ولا شي حاجه مزيانه ولا فهمتي، تيبقى فيك الحال. دوك انت كتمنى مثلا دير المعهد ديال التمثيل؟ ان شاء الله، تعطات فرصه على جلة. خاصهم تكوين، خاصهم على الاقل نلقى شي واحد، يعني كاينين الناس عندهم دومين ديال التصوير، كاينين دراري في امكانهم يعطيو، كاينين دراري كيديروا التمثيل، كاينين دراري كيديروا افلام قصيره، يعني خاصهم يبانوا. يعني التلفازه عمرات بناس لونسيان وما بقاش فيها داك الشيء اللي كيعجب الجمهور، يعني كاينين دراري اخرين عندهم طاقات زوينين وعندهم مواضيع زوينين وعندهم بزاف الامور، يعني خاص كل مره يبانوا واحد. الانسان اللي عنده طموح وباغي يقرا يكمل. بغض النظر عن الجانب المادي ولا اي جانب اخر، لان المادي ملي بغى يقرا غادي يقرا. كان كيشوف راسو ما غاديش يقرا بلا ما يضيع الوقت، يخرج يدير ديبلوم، تنقول له ديبلوم، اما ديبلوم على مدرسه معينه او لكن ما تنقولوا حنا بالحرفه، يتعلم حرفه براتيكوم، جوج الحوايج ما يبقاش يضيع الوقت.